إجراءات السوسيال تنطوي على تمييز ضد الأسر المهاجرة. السكر يتسبب باصطدام سفينتين قبالة سواحل السويد. شكراً لأنك تقدم معلومات صحيحة في طلبك، مع أن نتأكد من أن المعلومات صحيحة. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. بابكر أبو كاس، إس إم أوبلر، كنافة البدر. أهلا بكم إلى نشرة أخبار الكومبس لليوم، معكم سارة سيفو. إجراءات الخدمات الاجتماعية السوسيال بخصوص الأطفال في السويد تعاني أوجه قصور خطيرة، وقد تنطوي على تمييز ضد العائلات من أصول مهاجرة. دراسة قدمها أمين المظالم المعني بقضايا التمييز اليوم كشفت عن أوجه القصور هذه. الدراسة لفتت إلى أن جهود السوسيال ليست واحدة في الوصول إلى جميع الأطفال، وأن تقييماته تختلف بين الذكور والإناث. كما بينت الدراسة أن السوسيال يواجه صعوبة في التعامل الاختياري مع الأسر ذات الخلفيات المهاجرة، الأمر الذي يؤدي إلى لجوئه أكثر إلى سحب الأطفال الإجباري من أسرهم. ومن أسباب ذلك الصعوبات اللغوية التي تواجهها بعض الأسر، الأمر الذي يؤدي إلى سوء التواصل مع السوسيال. أمين المظالم المعني بالتمييز أكد التعامل بجدية مع أوجه القصور المذكورة في الدراسة، مشيرا إلى أنه سيحقق أكثر في بلاغات التمييز التي يقدمها الناس. أطفال في السويد أيضا كانوا عرضة لمعاناة من نوع آخر. تحقيق صحفي يكشف أن معظم البلديات تفتقر إلى إجراءات مكتوبة لمنع طرد أسر الأطفال من منازلها بسبب عجزها عن دفع الإيجار. حكومة تحالف البرجوازي في العام 2007 قدمت رؤية صفرية لوقف طرد الأسر، لكن على العكس من ذلك ازداد عدد الأطفال المطرودين من منازلهم مع أسرهم في السنوات الأخيرة، ووصل عددهم في النصف الأول من العام الحالي إلى 273 طفلا وفقا لإحصاءات هيئة جباية الديون كرونفوغدن، وهو أعلى رقم في السويد خلال 6 سنوات. وزيرة الإسكان السابقة ميرتا سينيفي أكدت الحاجة إلى اتخاذ تدابير إلزامية ضد البلديات للحد من عمليات طرد أسر الأطفال في السويد. أسرة الطفل سيمون طردت من منزلها لعجزها عن دفع الإيجار مدة 2 شهر، وتعيش منذ 3 سنوات في مسكن مؤقت. يقول الطفل إنه أمر محزن أن يعيش المرء دون بيت. مجرم العصابات الواحد يكلف المجتمع السويدي أكثر من 23 مليون كرون، رقم صادم كشف عنه خبير الاقتصاد الوطني إنغفار نيلسون. التكلفة الوسطية يدفعها المجتمع إزاء كل شخص يبقى مدة 15 عاما في بيئة العصابات، وهي التكلفة المباشرة للجريمة نفسها، إضافة إلى تكلفة الإجراءات الاجتماعية التي تتخذها السلطات. كيفية الحد من الجرائم كانت مثار نقاش ساخن بين ممثلي الأحزاب البرلمانية وخبراء في علم الجريمة على التلفزيون السويدي أمس. واتفق ممثلو معظم الأحزاب على ضرورة زيادة عدد أفراد الشرطة ومضاعفة عقوبات الجرائم المرتبطة بالعصابات، كما اتفقت على ضرورة التدخل في سن مبكرة خصوصا في المدارس لحماية المراهقين والشباب من بيئة العصابات. السكر قد يكون وراء حادثة الاصطدام الخطيرة التي حدثت فجر اليوم بين سفينتين في بحر البلطيق. اصطدام سفينتي الشحن الكبيرتين أدى إلى انقلاب إحداهما وغرقها، وفقدان شخصين دنماركيين كانا على متنها. وقع الحادث في البحر بين مدينة إستاد السويدية وجزيرة بورنهولم الدنماركية حوالي الساعة 3:30 فجرا بين سفينة بريطانية وأخرى دنماركية. وبحثت فرق إنقاذ كبيرة عن الشخصين المفقودين طويلا قبل أن تعثر على أحدهما ميتا. بينما بدأ خفر السواحل تحقيقا حول الاشتباه بقيادة سفينة في حالة سكر شديد، الأمر الذي ساهم في الحادث. تقارير إعلامية ذكرت أن خفر السواحل قبض على عدد من الأشخاص بهذه الشبهة. السفينة الدنماركية كانت في طريقها من سودرتاليا إلى الدنمارك، أما البريطانية فكانت متجهة من لاتفيا إلى المملكة المتحدة. انتقادات لمستشفيين في ستوكهولم بعد فشل أطباء في تشخيص إصابة شاب بجلطة دماغية ما أدى إلى وفاته.
الشاب في الثلاثينات من عمره وتوجه إلى قسم الطوارئ في مستشفى سانت يورن وهو يعاني من صداع شديد ودوار. طبيب الأعصاب المناوب الذي لا يحمل شهادة معترف بها قرر أن الألم عضلي وأرسل الشاب إلى المنزل. في اليوم التالي طلب المريض الرعاية من مستشفى كارولينسكا الجامعي بعد أن ساءت حالته وبدأ يتقيأ، غير أن المشفى أرسله إلى المنزل أيضا قبل أن يكتشف في اليوم التالي إصابته بجلطة في الدماغ. نقل الشاب إلى قسم الطوارئ وحاول الأطباء علاجه لكن الوقت كان قد فات. مفتشية الرعاية الصحية وجهت انتقادات للمستشفيين، الأول لأنه سمح لطبيب غير معترف به بالعمل، والثاني لإرسال الشاب إلى المنزل دون استشارة طبيب أعصاب. إلى هنا وتنتهي نشرة أخبار الكومبس. لمزيد من الأخبار والبرامج تابعونا دوما على موقعنا الرئيسي الكومبس.سيا. إلى اللقاء. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. بابكر أبو كاس، إس إيه موبلر، كنافة البدر.